دونك يا لطفي فيه استاذ جامعي لكن الهوايه جيتاريست. صرا يقولوا ما يديروا ماكلوني يضربوا خيو هذه. ما تعطي والو مازال خويا. عندنا استاذ جامعي والهوايه جيتاريست. مانيش عارف غادي يكون كونكيرون ولا بالك ما تحبش من القعده. لا لا كونكيرون لا لا فنان فنان كل واحد الستيل تاعو. تري بيان فيسو مرحبا. أنا نستأذن الجماعة نبدو بكبيرنا كبير القاعدة طبعاً لطفي هو كبير القاعدة. لطفي مرحبا بك. الله يسلمك وشكرا للحضور يا خويا. وصحة رمضان وصحة رمضان جوستومون. راك متألق اليوم راك متألق راك وريني مريح مطرح صافا كالعادة. مرحبا مرحبا صحة رمضان وصحة الله يسلمك ميرسي. غادي نحكوا شوية على الإيكوميرس التجارة الإلكترونية اللي راها يعني في تصاعد هذه السنوات الأخيرة وأنا فرحان بزاف يعني معكم. بارك الله فيك. في سوق جيتاريست أستاذ جامعي جيتاريست مانيش عارف غادي يستفاد منك اليوم غادي يدي شويه خبره سي سيور سي سيور ياك فيسو مرحبا. مرحبا الله يسلمك وصحة رمضانك وصحة فطورك. الله يسلمك صحة فطوركم وصحة رمضانكم وميرسي بور لانفيتاسيون. بارك الله فيك. ايامك يومياتك في رمضان كيفاش سلوكات الكومبورتمون كيفاش تشوف؟ بون يا دي فوا نيرفو دي فوا تقلق مي توجور ايكيليبرو ما ينقش تخلي روحك ثاني رمضان نتبالي انا رايي الشخصي مديور باش يعني الانسان يلقى التوازن تاعو طبيعي تدير الكور تاعك يتفي بلون ولكن لازم تبقى انسان متحضر مش تروحش تهرس طبيعي في شو ميم شوز تنوض تصلي تريح شويه مع لا فامي بروفيتي بيان سور و الا تقدر دير سبور دير ثاني سي امبورطون سي تري امبورطون في رمضان سي سور فيه شويه صعوبات نو سافا لي ستوديون ما يفشلوش ما يعياش شويه تلقايهم عيانين سي سي جامعي بيان سور يعطينا التقييم بيان سور نو نو مي سافا راهم جايبينها تري بيان تري بيان في سو مانيش عارف كيفاش قدرت توفق بين بيان سور الدراسه لي ستود وكذا وموسيقي يعني جيتار وكذا دايون وقتاش بداك الحس الموسيقي اسكو بديتو وانت كبير ولا بديتو وانت صغير بديته كي ديت الباك دونك ابخي مون باك بديت نتعلم شويه لا جيتار و واش الحاجه اللي دارت لك لو ديكليك تاع بديت تعلم لا جيتار من بكري كي كنت باغ اكزومبل نطلع في لا فواتور مع مون بير نسمع هكاك لا ميوزيك تاع لوكسيدون ميم لوريونتال اكسيتيرا دونك يعجبني جو مي سوي انسبيري باغ اكزومبل دي بينك فلويد جيمي هندريكس من صغري طالع نسمع هذيك لا ميوزيك غراس ا مون بير بيان سور ومن تما وليت بون كنت كي نشوف لا جيتار نبغي نتعلمها مي قلت مازال وقتها راني عاد نقرا كي نكمل كي نفوت شويه اون اوتر ايتاب قالت تدي الباك نبدا نلعب سيتي لو كادو تاع الباك تاعك اللي ديتو لروحك اكزاكتومون مون بير دارها لي تري بيان تري بيان 80 81 82 بوندون 3 وحنا رايحين مولين رايحين مولين باش درنا الالبوم اون فان 82 تاع الزينه تاع الزينه الزينه تري بيان تقول نولوا له فيسو مانيش عارف اسبيريت من من كنت تعلم انسبيريت من الشيخ بيان سور اون سانسبير توجو ما نقولش لونسيان جينيراسيون مي سي لا باز سي لا جينيراسيون تاع لا باز كيما نقولوا دونك نتعلموا من تاع دروك ونتعلم اون فان نتعلموا من تاع بكري ونتعلموا من تاع دروك دونك بيان سور كل خطره هكا سي دو لا ريشيرش الواحد يروح في اليوتيوب باغ اكزومبل ويسمع ويسي يدير لا ميم شوز ويزيد يتعلم تري بيان اون 58 ا ايتي شانتي En 58, Zina quand il renoua, quand il renoua, on a fait Waran, puis Bafir Abbas, partout. C'est une chanson populaire, très populaire. Et tu m'as retrouvé à l'Alamia. Ouah, Hanaya, Rahna, l'Alamia, parce que pourquoi Hatina Gurbana Fiha. L'autre fiche, Kuran, Mazel Sahara Mtuasla, Mouzidoun Simon. Inch'Allah. Avec la mal à la ferra. Ma cache mouchkil. Par exemple, on a habité une d'or Fisou. Fisou, Ninja Kat l'Asam. Fisou, Sifou, non? Bon, Fisou, c'est l'abréviation. Bon, Sahabi, quand il goulou les Fisou, parce que Anna Simoni Faisal. Donc sur scène beaucoup plus Habib qui joue. Mortar certain. Non, artistique. L'abréviation, oui. Très bien. Qu'on est les gars le fait. Tar, stade ou la rocker. Ah, tu vois qu'elle a la tenue. Ah, elle a la tenue. Oui. Alors, non. Alors, tu cherches le look de la rocker, par exemple. Non, non. Bon, c'est du classique. C'est-à-dire, c'est, ça passe partout. Oui, Rani. Donc, c'est confortable. Ou même les Beatles, Bekri, quand ils jouent du rock, avec des costumes. Donc, normal. D'accord. عندك دي شانسون اقتنعت بيان سور عندك دي شانسون بريفيري الجيريان الجيريان اون بارلون دو زينا نهضروا عليها ديجا سي اون شانسون مانيفيك و ثاني تعجبني تاع خالد عائشه كي ا ايتي كومبوزي بار جون جاك جولدمان في شو يعني لطفي طلع المستوى في الزينه
يا الزينه ديالي ذاتها طلع على المستوى بزاف مانيش عارف كيفاش تفاعلت معها. هو من بكري ما كانش كونكيرون طالعين في المستوى كبير طلع على النيفو مانيش عارف. وانت قيطاريست كيفاش تشوف لي لا اليوم يلعبونا في زوج جينيراسيون جديده تقيم من الجينيراسيون بيان سير ونقول له الشيخ تريبيا لطفي تريبيا كيس كون في يلعبونا في زوج شكرا فيس وشكرا مرحبا اخويا شكرا الله يسلمك سي ان بليزير بيان سي شكرا نصروا بيان سي وعلى بالي عليها اعطيهم الصحه كاع لي ميوزيسيان يعطيك الصحه بوغ لا بيل فوا تاعك طريبيان فيس ولا لابري لا il est bon il est bon concurrent direct il n'y a pas de concurrence ici dans ce métier là il n'y a pas de concurrence il y a chacun son style comme قلت قبيله طبعا هذه نقولها اسكو انت كون جا بوك لي رايش لهاد الحاجه تبيعها له بنفس الطريقه كوني غادي خمم نعرف بلي ماش كوراكت إذا يقول لي بيان سور طبعا في شنو وقعش في الفخ هادو تاع انا بيرسونيلمون نشوف في لا شين تاع سمير في اليوتيوب صادير تعجبني كل خطره عمر ما دخلت لها وما استفاديتش منها وحاجه راهي عجبتني ثاني راهي يديرها سي كو راهي انكوراجي لي جون ويحفزهم باش يديروا صوالح مليح باش ما يقعدوش غير قاعدين هكاك في حياتهم ليك توجور فو بوسي اي افوار ان بوت في حياتك دونك يعطيه الصحه استاذ انا عندي سؤال واش رايك لو كان يدرجوا الاي كوميرس في الجامعات في البروغرام تاع الجامعات مش نكونوا سا سري بارفي علاش باسكو ليتوديون ديجا كي يدخل ويحوس باغ اكزومبل يدي اون ليسونس ولا ماستر ماذا به يعرف باللي هذاك الدبلوم اللي راه يقرا عليه صدي غادي يخرجه ويدخل له دراهم من بعد اكزاكتومون دايغ ميم يكون ايتوديون ويقدر يدخل له نشوفوا بزاف ديال ايتوديون اللي يخدموا ويقراو عندهم عندهم دي زيدي مانيفيك لي ايتوديون تاعنا شوفوا الوصفه قصعه تاع الجدود بمعنى الكلمه بصح ايوا شكرا ناديه تاكلوها بالصحه والستر بارك الله فيك مرحبا بكم شكرا ناديه يسلمك لا بروشين ان شاء الله ان شاء الله في سو عندها بتي مو ثاني معليش سمعوا لا ديديكاس للمعزوز محمد أعطينا كلمة أخيرة سمير كلمة أخيرة كان أغنية تسوش تفضل سمير صحة فطوركم صحة سحوركم صحة عيدكم